الخطر الكبير الذي أنا أسألك عنه وأنت سبقتني به، أنه الآن العالم كله لازم يأخذ تعليماته من الصحة العالمية. صحيح. والصحة العالمية الآن متهمة، وترامب يريد استجواب الصحة العالمية. نعم. بمعنى إحنا في خطر مركب، عدم مصداقية وشفافية منظمة الصحة العالمية، وعدم توفر علاج. وين الخلل اللي صار أستاذ؟ هو طبعا الفيروس أكو خبرين عندنا، واحد يقول في نوفمبر 2019 يعني بداية شهر 11 2019، واحد يقول في ديسمبر في شهر 12 نهايته الصين اكتشفتها. هذه القضيتين، المنظمة الصحة العالمية لم تعلن هو وباء إلا بعد شهرين. هنا هو الآن سويتها جائحة، سويتها جائحة بانديميك، أوكي، لم تعلن ذلك إلا بعد شهرين تقريبا. هذا اللي الآن الأمريكان دي يناقشوا والأوروبيين، يقول لك أنه هم عندهم علم في هذا التاريخ، أو الصحة العالمية عنده علم بأنه هو هذا ليس وباء. تعرف أكو فرق بين الوباء والجائحة. الوباء عادة يكون لوكالي يعني محلي، ولكن هاي الجائحة تصير عالمية. فهنا هو النقاش، هل منظمة الصحة العالمية عندها علم لو ما عندها علم، وإذا عندها علم هل عندها قصد أو ما عندها قصد؟ هذا هو الأسئلة الآن التي تثار. إذا لو الصحة العالمية مثلا خلينا نقول من شهر 12 عام 2019 أبلغت العالم بأنه وباء، لا مو هنا راح يدخل العامل السياسي أستاذ أحمد، وبعدين نجي للسياسة. أنت ذكي، طالما اتهمت منظمة الصحة العالمية بالتقصير، بمعنى أنها أخفت شيء لصالح طرف جاملت الصين، لأنه تعرف ليش هو ليش جامل الصين؟ لأنه أنت إذا لم يثبت لحد الآن، لا أقول هو الاتهام جاملت الصين، يقول جامله الصين، الرئيس الأمريكي يكرر هذا على طول، وفرنسا بدأت تلتحق به، وإيطاليا وكل دول العالم. هم مو سؤالهم هنا الصين تقصد أو ما تقصد، سؤالهم منظمة الصحة العالمية هل كان لديها علم بأنه هذا جائحة أم لا؟ هذا السؤال. وإذا كان لديها علم لماذا لم تبلغ العالم، واضح كيف، بأنه هذا جائحة ويجب أن تتخذوا الاحتياطات اللي ياكو دول طبعا ورا 3 أشهر الله أخذت الاحتياطات تأخرت. المهم هسه هذا إذا حطيناه في إطار السياسة، أريد أوصل وياك إلى جملة تخدم هذا الموضوع كله، أنه الصحة وليس الاقتصاد أو السياسة، كما كان يقال أنه الاقتصاد يدير السياسة والسياسة تدير الاقتصاد، الآن أصبحت الصحة هي التي تدير الاقتصاد والسياسة في العالم، وهذا قد يكون هو النظام العالمي الجديد. لا يعني هنا إذا أردنا نقول شيء، ممكن أن تكون الصحة هي التي ستنقذ الاقتصاد أو تسيطر عليه أو كذا كل شيء. زين الآن هسه احنا راح نعوف إطلاقة الكاظم، هذا خوش موضوع والله. أنت جبت لا لا هو راح نفوت من عنده، راح نفوت من عنده. الآن هل هي مقدمات أستاذ أحمد أننا أمام مرحلة مقبلة العالم سيفكر بها، تنتهي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والذرية وسباق التسلح النووي، مثل ما كان سايلت واحد ومثل ما كان سايلت اثنين، الآن العالم سيبدأ من الآن يطور بالحرب البيولوجية، والمخازن ستكون المختبرات وليس المصانع النووية. ممكن هذا، لكن خلينا نفكر في جانب آخر أكثر إشراقة. العالم كله الآن